السلام عليكم شيخنا، ما هي نصيحتكم لطالب العلم في بداية طلب العلم؟ وفقك الله. الحمد لله، نصيحتي له أن يخلص قصده في طلب العلم لله عز وجل. فأول ما أنصح به طلاب العلم خصوصا والمسلمين عموما إخلاص النية لله تبارك وتعالى، وأن لا يكون في طلبه للعلم مريدا لشيء من الدنيا وشهواتها وحظوظها، وإنما لا بد أن تتخلص نيته من كل شوائب هذه الدنيا وشهواتها وملذاتها. فإن طلب العلم من أعظم التعبدات التي يعبد بها العبد رب الأرض والسماوات، فلا ينبغي أن تكون مبنية إلا على ساقي الإخلاص لوجه الله عز وجل. والنية الخالصة في طلب العلم هي أن يتعلم الإنسان العلم لإرادة وجه الله عز وجل، ولإرادة معرفة الحق، ولإرادة رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن أمته بعد ذلك. ثم أوصيه الوصية الثانية أن يكثر من الدعاء والانطراح عند عتبة باب الكريم عز وجل، بأن يشرح صدره للعلم، وأن يرسخ العلم في قلبه، وأن يرزقه الفهم الصحيح، وأن يدله على الطريق الصحيح الذي به يكتسب العلم المتفق مع الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. فإن طلب العلم طريقه طويل، فينبغي للإنسان أن يستعين على هذا الطريق بكثرة الدعاء والإلحاح والانطراح بين يدي الله عز وجل، فيكثر من دعاء الله عز وجل بقوله: اللهم علمني ما ينفعني، اللهم انفعني بما علمتني، اللهم افتح لي أبواب العلم، اللهم ارزقني الرسوخ في العلم، اللهم خذ بناصيتي للعلم للبر والتقوى، ونحو هذه الأدعية التي يفتحها الله عز وجل على من يريد به الخير. فالإخلاص والدعاء. والأمر الثاني، أوصيه وصية عظيمة بأن يبدأ في طلب العلم عند المشائخ. فإذا أراد أن يطلب علم الفقه فليجثو بالركب طويلا في حلقات الفقهاء، أو علم العقيدة فليجثو بالركب طويلا عند علماء الاعتقاد، فليحضر الحلقات وليلازم المشائخ حتى يعطوه مفاتيح العلم، ثم بعد ذلك هو يعتمد على نفسه على الله عز وجل أولا وآخرا، ثم على ما آتاه الله عز وجل من هذه المفاتيح وفتح له من أسباب التعلم. والأمر الرابع، أوصيه بأن يتقي الله عز وجل في إحقاق الحق وإبطال الباطل. فإن كثيرا ممن آتاهم الله عز وجل العلم استغلوه في تحصيل شيء من الدنيا، فأحقوا به الباطل وأبطلوا به الحق، وصاروا يتتبعون شهواتهم وملذاتهم بالعلم، فلم يريدوا من العلم إلا شيئا من شهوات الدنيا وملذاتها والعياذ بالله. وهذا أمره خطير وشأنه جليل. فعلى العبد ألا يسخر علمه إلا في إحقاق الحق وإبطال الباطل. والوصية الرابعة، أوصيه بكثرة القراءة وجدولة الوقت ومراعاته، وأن يحرص الحرص الكامل على أن لا يضيع منه شيء من الأوقات إلا في طلب العلم بكثرة السؤال ومذاكرة العلم مع زملائه. ثم أوصيه بعد ذلك بأن يحفظ المتون العلمية ككتاب الله عز وجل، وهو أعظم ما ينبغي لطالب العلم حفظه، ثم بعد ذلك يقبل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظ الأربعين النووية وعمدة الأحكام وزيادات بلوغ المرام عليها. وإذا أتاه الله عز وجل حافظة فعليه أن يحفظ بقية المتون الأخرى في كل فن متنى، ويضبطها ضبطا ويستشرحها على العارفين بها. وبهذه الطريق إن شاء الله عز وجل سيصل الإنسان إلى مبتغاه مع الصبر واحتساب الأجر وطول النفس وعدم الملل وطول التحقيق وطول زمن الطلب، وأن يتجرد من شهوات الدنيا وملذاتها التي تصرف قلبه وتشغل فؤاده عن تحصيل العلم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخنا، ما هو ضابط النازلة التي يشرع القنوت لها؟ بمعنى هل تعم كل وباء ومرض وعذاب ينزل على الناس، أم أن لها ضابط معين حفظكم الله؟ الحمد لله، كل نازلة يخاف منها على الناس في فوات شيء من ضرورات الدين فإنه يشرع القنوت فيها، إلا أن فقهاء الحنابلة استثنوا نازلة الطاعون، لأن النبي صلى الله لأن الصحابة لم يقنتوا في طاعون عمواس. وأما بقية الأوبئة والحروب والنوازل فإنه يشرع القنوت لها، أن يرفعها الله عز وجل عن المسلمين. فكل نازلة يخشى منها أو يخشى فيها فوات شيء من ضرورات الدين كفوات الدين أو فوات ضرورة النفس أو فوات ضرورة العقل أو فوات ضرورة العرض أو غيرها من ضرورات الدين
فكل نازلة يخشى فيها من فوات شيء من الضرورات فإنه يشرع للمسلم أن يقنت فيها بأن يرفعها الله عز وجل، سواء أكانت من الله عز وجل كجائحة استقلالا وابتداء أو كانت من تصرف المخلوقين كالحروب أو غيرها، إلا الطاعون لأن الصحابة لم يقنتوا فيه، هكذا استثناه الحنابلة. ولذلك قال في الزاد: ويشرع القنوت عندما تنزل بالمسلمين نازلة إلا الطاعون. فيشرع القنوت للإمام في الفرائض، فإذا نزل شيء من الأوبئة على الناس وخيف فيه من فوات ضرورة حفظ النفس وعطب الصحة فإنه يشرع للمسلمين أن يقنتوا، ولكن قنوتهم هذا لا بد أن يكون بإذن الإمام إذا كان قنوتا عاما في المساجد، وأما إذا كان سيقنت كل واحد منهم بمفرده في فريضته في بيته في دعائه فيما بينه وبين نفسه فهذا لا يفتقر إلى إذن خاص من ولي الأمر. أفهمت هذا يا أبا صالح؟ فإذا ضابط ذلك أن كل نازلة يخاف فيها من فوات شيء من ضرورات الدين فإنه يشرع القنوت لها والله أعلم. شيخنا أحسن الله إليكم، في قنوت النوازل هل يشترط أن يقنت الإمام في كل صلاة من الصلوات أم أنه على حسب المصلحة والوقت الذي يتسنى له ألا يطيل على الناس؟ الحمد لله، هذا أمر راجع إلى اجتهاد الإمام وما يراه الأصلح، وليس فيها ضابط معين، وإنما يقنت الإمام في الفرائض التي يتضمن القنوت فيها تحقيق مصلحة أو اندفاع مفسدة، لا سيما تلك الفرائض التي يكثر اجتماع الناس في المساجد فيها. وإلا فإن الإمام لو قنت في الفرائض كلها لجاز له ذلك، ففي سنن أبي داود بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي صلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده يدعو على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم تركه. فإذا خصص الإمام بعض الفرائض لكثرة اجتماع الناس فيها وقنت فلا بأس، وإن قنت في الفرائض كلها فلا بأس ولا حرج عليه، وذلك راجع إلى الاجتهاد في تحقيق المصالح وتكميلها وفي اندفاع المفاسد وتقليلها والله أعلم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، بما يثبت دخول شهر رمضان بشاهد أم بشاهدين؟ الحمد لله، في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، ولكن القول الصحيح أن رمضان يدخل بشهادة رجل مسلم عدل في الظاهر، فمتى ما شهد مسلم عدل في الظاهر بأنه رأى خلال رمضان فإنه يدخل. أفهمت هذا؟ فإن قلت وما برهان ذلك؟ فأقول برهان ذلك ما أخرجه أبو داود وغيره بإسناد جيد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وجاء رجل كما في حديث ابن عباس ولكن في إسناده شيء من الضعف إلى النبي صلى الله وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه رأى الهلال فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام غدا، ولكن الحديث فيه شيء من الضعف، ولكن نكتفي بالاستدلال على هذه المسألة بحديث ابن عمر فإنه حديث إسناده جيد وهو حديث صحيح لغيره إن شاء الله. فاعتمد النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت دخول الشهر شهادة ابن عمر وهو رجل واحد، هذا هو القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة والله أعلم. شيخنا الفاضل يقول: أحد الشباب أنه من حين أن بلغ كان يتساهل في صيام رمضان، فكان يفطر بعض الأيام عامدا في رمضان من يومين إلى ثلاثة أيام من كل سنة، ثم بعد ذلك لا يدري هل قضى تلك الأيام أم لا، قد مرت سنين على ذلك وأراد التوبة الآن، فماذا عليه وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، هذه المسألة تتجاذبها عندي قاعدتان: القاعدة الأولى أن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر،
بمعنى أن الإنسان إذا أخرج العبادة المؤقتة عن وقتها وأفسدها فلا يخلو إفساده لها من حالتين، إما أن يكون إفساد عذر، يعني بمعنى أن الشارع هو الذي أذن له بترك هذه العبادة أو بإخراجها عن وقتها، وإما أن يكون متعمدا إفسادها. والأدلة الشرعية إنما أجازت للمعذور قضاء العبادة بعد إخراجه لها عن وقتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإنما أجاز الشارع القضاء على من فوت العبادة المؤقتة عن وقتها بالعذر الشرعي، وأما من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها فأين الدليل الدال على مشروعية القضاء، لا سيما وأن المتقرر في القواعد أن القضاء لا يكون بالأمر الأول وإنما يكون بأمر جديد. وكذلك في الصيام، فإن الله عز وجل إنما أوجب القضاء على من أفطر في نهار رمضان بالعذر، كعذر السفر أو عذر المرض، لكن من أفسد صيامه متعمدا عالما أين الدليل الدال على مشروعية القضاء في حقه؟ وبناء على تقرير هذه القاعدة أقول: إنه لا يشرع القضاء في حق هذا الشخص، وعدم مشروعيته ليس من باب التخفيف، وإنما من باب الحرمان من تدارك هذه العبادة التي هو تعمد إخراجها عن وقتها. فإن قلت: وكيف يفعل في هذه الحالة؟ أقول: عليه أن يستكثر من أمرين. الأمر الأول أن يصدق في التوبة إلى الله عز وجل، وأن يكثر من الاستغفار، لعل التوبة الصادقة تجب ما قبلها في حقه، وكثرة الاستغفار يغطي ذلك النقص في ميزانه. وعليه كذلك أن يستكثر من صيام النفل، وهذا القول هو الأقرب عندي إن شاء الله تعالى. أفهمت هذا؟ وهو أن كل من أفطر في نهار رمضان متعمدا عالما من غير عذر شرعي فإنه لا يمكنه تداركه، فالعبادة المؤقتة قد فاتت في حقه فلا يمكن تداركها، وليس هناك دليل يدل على وجوب القضاء على المتعمد. فإن قلت: أولا يقاس المتعمد على من على المعذور؟ فأقول: سبحان الله، هذا من أفسد القياس. أفيقاس المجرم على من ليس بمجرم؟ أفيقاس المتعدي على من لم يعتدي؟ أفيقاس من تجانف لإثم على من لم يتجانف لإثم؟ فأي قياس هذا وأي جامع بينهما؟ فنحن إنما أوجبنا القضاء على المعذور لأنه ليس أهلا لتفويت العبادة عليه، إذ أنه أخرج العبادة بالعذر. وأما غير المعذور فأين العذر الذي يجعلنا نمكنه من تدارك هذه العبادة؟ وبناء على ذلك فجوابي على سؤالك أن هذا الرجل لا يمكنه القضاء أبدا، وإنما عليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما فوته، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما فوته من هذه الأيام، وأن يكثر الاستغفار، وأن يكثر من صيام أيام النفل، لعل ذلك يكون جابرا لهذا الخلل، والله أعلم.